من فرنسا في فيديو جديد. اليوم باش نتكلموا على الأزمة الإماراتية التونسية. اسمع لي ما تسمعش، الإمارات العبرية تمنع السفر لكل مرأة تونسية للإمارات وحتى العبور عليها للأصول للبلدان الأسيوية. يا حبيني يا حبيني، زيدوا عيطوا عيطوا عيطوا، ابكيوا ابكيوا. ش عملت لك المرأة التونسية؟ أنت قتكلم يا أختي الباغية، ش عملت لك؟ لاتك رزق بايك، قولي شو عملت لك، ولا أنت غايرة منها؟ إيه قولي أنت غايرة منها. بالحق المرأة التونسية إنسانة متعلمة، إنسانة مثقفة، بلغت مناصب عليا، منها المحامية، منها طبيبة، منها سواقة الطيارة. المرأة التونسية أكبر من عمرك أنت. انت شكون انت؟ قداش عمرك انت؟ انت تخلقت في 1971، انت ما نعرفوش شكون اصلك وفصلك. خلقوك خلقوك الامريكان والانجليز. بالله قولي شكون امك وشكون بوك؟ زيدوا ابكيوا ابكيوا، عيطوا، زيدوا عيطوا ابكيوا. تتصور تمنع كل أنثى تونسية من السفر حتى البيبي العمر يوم؟ هذا اسمه جاهلية، اسمه عنصرية. يعني نسيتوا العهد الجاهلية قد تولى وعهد المؤودة قد تولى يا معشر البهايم؟ هذه زيدوا ابكيوا، زيدوا عيطوا، زيدوا اندبوا على ريوسكم. الإمارات المتآمرات على الثورات العربية تتشدق بالديمقراطية، باللوفر، بمتحف اللوفر، بجامعة السوربون، وفي نفس الوقت تطبق العنصرية على المرأة التونسية. وعلاش على المرأة التونسية؟ علاش هالحجرة جاتك على عينك العورة المرأة التونسية؟ زيدوا ابكيوا، زيدوا اندبوا. هذا قرار عبثي، عمرنا ما شفنا بلد يمنع مواطنين بلد آخر ويميز بين الرجال والنساء، معمرها ما صارت في تاريخ البشرية. هذه بصراحة اسمها بهيمة خليجية ولا بلطجة عربانية. زيدوا ابكيوا عيطوا. زيدوا ابكيوا وعيطوا. يا نندبهم يا نندبهم يا نندبهم يا نندبهم. وهذه الأزمة تؤكد أن الناس اللي تحكم في الإمارات ناقصة كفاءة وخبرة في تسيير شؤون الدولة. يعني إذا كانت الأزمة أمنية كان بالأجدر بيكم إلغاء كل الرحلات وليس التمييز العنصري بين الرجال والنساء. هذا مش مقبول، هذا مش مقبول، وهذا يتسمى خطأ أخلاقي حضاري فادح. وزيد على هذا ولهذا السبب زيدوا ابكيوا، زيدوا عيطوا يا جماعة الإمارات.
التي تسببت في هذه الأزمة، وفي الآخر يطلعونا بطلعة بحكاية، حكاية الإرهاب. الإرهاب الإرهاب الاسطوانة المجروحة اللي ما عاد صدقها حتى واحد. زيدوا ابكيوا، زيدوا عيطوا يا جماعة. الإمارات مقهورة من تونس ومن شعب تونس لأنها فشلت في تونس، فشلت فشلا ذريعا. الإمارات لم تقدر أن تفعل في تونس مثل ما فعلت في مصر. يعني ماذا فعلت؟ فعلت الانقلاب والقضاء كليا على الإخوان المسلمين. في تونس فشلت. لماذا؟ لأن الشعب التونسي شعب ذكي، شعب متسامح، شعب مسالم، شعب براغماتيكي، والأكثرية شعب مسلم، لأنه خول للإسلاميين المشاركة في الحكم مع الدستوريين. احنا شعب مسالم، منحب الحرب الأهلية، واحنا شعب ذكي جدا، ولهذا الإمارات فشلت فشلا ذريعا وخفقت. وزيدوا على هذا السبب، ولهذا السبب يبكيوا ويعيطوا ويندبوا، وزيدوا اندبوا، زيدوا عيطوا. واخر الكلام مثل ما يقول المثل التونسي، الا باعك بالفول بيعوا بالقشور. وبطبيعة إذا عجبك الفيديو نجم تلايك، نجم بارتيجي، نجم تشارك في قناة يوتيوب أمل بنس شانيل بالعربية وباللغة الفرنسية. باي.